مساء الخير مشاهدينا الأعزاء، وأهلا وسهلا فيكم وحلقة جديدة من برنامجكم صحتك بالدنيا. طبعا مشاهدينا على قناة فلسطين والفلسطينية، وبعد الحلقة السابقة مع ضيفنا لليوم اللي كان معنا سابقا الدكتور عدوان البرغوثي وطلب الكثيرين باستكمال الحلقة السابقة، قررنا أنه اليوم نكمل الحلقة ونستكمل حول موضوع العقم، وكذلك نستوقف عند المبادرة اللي قام فيها الدكتور عدوان وزملائه في مركز الهبة للمساعدة على الإخصاب من أجل التخفيف من معاناة الناس سواء المالية أو النفسية في هذا المجال. رح نتعرف على كل هذه المواضيع مع ضيفنا لليوم الدكتور عدوان البرغوثي، استشاري أمراض العقم وأطفال الأنابيب في رام الله. بنقول له مساء الخير دكتور عدوان. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك، ومساء الخير لكل مشاهدينا والمشاهدات. طبعا احنا يعني اللي لافت للانتباه انه الكثيرين طلبوا انه احنا نستكمل الحلقة، وطلبوا كمان انه احنا نعيد صياغة المبادرة اللي قلتوها انتو بالاتفاق مع مصرف الصفا حول موضوع اطفال الانابيب. في البداية خليني اسألك، شو الدافع كان عندكم يعني لبلورة مبادرة أخلاقية طبية إنسانية مثل هيك من قبلكم أنتم ومصرف الصفا في هذا الموضوع؟ هي حقيقة ردود الفعل المشجعة اللي وصلتنا من الناس المحتاجين لهذه المساعدات شجعتنا على المضي قدما باتجاه طرق كل الأبواب لإيجاد صيغ تساعد الناس في حل مشكلة العقم، وخصوصا الشرائح اللي بتعاني من الدخل المحدود وعدم إمكانية الدفع مرة واحدة دفع المالي مرة واحدة لمراكز أطفال الأنابيب. حقيقة دكتور أشرف، في شرائح واسعة جدا في المجتمع زي باقي المجتمعات محرومة من صحيح من أن يكون عندها أطفال، أن يكون في البيت في أجواء عائلية سليمة. صحيح. عدم وجود أطفال في العائلة له انعكاسات اجتماعية كبيرة جدا، وهذا بنلاحظه وبنشوفه على وجوه الناس اللي حرمت لمدة سنوات كثيرة من هذه النعمة، وبالتالي والتردد أحيانا تردد الناس على المركز وعدم قدرتهم على دفع التكاليف أحيانا مرة واحدة وطلبهم أنه يعني قسطوا لنا إياها إلى آخره. نعم. كل هذه الأمور يعني هو يعني مش بس عوز إنساني، كمان عوز المادي كمان عند الناس أكيد. طبعا يعني كما ذكرت أنا في أكثر من حلقة أنه ممكن العوز المالي أحيانا يعوض، ممكن يضل على أمل أنه الشخص يلاقي شغل تنفرج أمامه هاي الأمور. ولكن العوز أنه يكون أب أو يكون أم ويشعروا بهذا الشعور، يعني حقيقة ما بعرف هذا الشعور إلا الإنسان اللي بيعاني. طيب أعطينا بس لمحة عن المبادرة هاي أو الطرح الفكرة هاي عشان توصل هاي الأمور لكل. نتيجة لهذا الأجواء اللي احنا بنعيشها في البلد. نعم. ونتيجة لحاجة الناس لهذه الخدمة وعدم قدرتها على دفع التكاليف لهذه الخدمة، بالإضافة لعدم وجود تغطية من قبل شركات التأمين والحكومة وإلى آخره، يعني اجتهدنا من قبلنا بأنه يكون في نوجد صيغة لتقسيط تكاليف أطفال الأنابيب للتخفيف عن الناس. نعم. وبالتالي كان توجهنا، وهذا الفكرة تقريبا نشتغل عليها صرنا أكثر من 4-5 شهور. نعم. توجهنا لبنك الصفا أو مصرف الصفا الإسلامي، وكنا معنيين بأنه بنك إسلامي يكون شريكنا في هذا الموضوع لأكثر من اعتبار. توجهنا لهم بهاي الفكرة بأنه الناس بحاجة مش قادرة تدفع مرة واحدة، وبالتالي شوف في مجال أنه البنك يغطي هذه التكاليف ويتم وبدون فوائد، هذا أهم شيء. شروط البنوك الإسلامية أصلا وهيك بتشتغل، أنه بدون فوائد شو في مجال أنه تقسيط هذه المبالغ على الناس بطريقة مريحة وطريقة غير يعني متعبة. تقبلوا الفكرة وعرضوا على الهيئة الشرعية الخاصة بالبنك اللي بتوافق عادة عشان تأخذ تأخذ الموافقة الشرعية. نعم. بناء على الأصول الإسلامية اللي بيشتغل عليها البنك، وجاء الرد من قبل الهيئة الشرعية للبنك بالإيجاب. نعم. ورحبوا بالفكرة بفكرتنا تماما، وبالتالي دخلنا في مفاوضات حول كيفية تنفيذ هذا الموضوع. نعم.
واتفقنا كالتالي بأنه الناس اللي بحاجة لأطفال الأنابيب يتوجهوا لمركز الهبة. بنقوم بدراسة الحالة طبية. من ناحية طبية. نعم. نقوم بتزويدهم بكتاب شرح عن الحالة وتكاليف الحالة إلى موجه إلى البنك. بيأخذوا هذا الكتاب وبتوجهوا للبنك. في البنك بتم ترتيب الأمور المالية والأقساط مع الزوجين بشكل مريح وبشروط مريحة وبدون نعم. فوائد مرة أخرى. وبوصلنا كتاب من البنك إنه هذا الزوجين موافق نعم. على طلبهم. نبدأ بالعلاج ويتم تغطية هذه التكاليف من خلال البنك، والبنك يقوم بتقسيط نعم. هذه المبالغ نعم. على الناس بشكل مريح. نعم. وبالتالي يعني كانت هذا تقريبا، لا يعني للأمانة يعني هاي مبادرة يعني تحسب لمركز الهبة وتحسب لمصرف الصفا للمساعدة نعم. الناس في اجتياز عقبة قد يكون، وخصوصا أنها مكلفة نوعا ما، مكلفة لأنه هي أصلا مكلفة لعملية الزراعة. هي مكلفة، والأسوأ جزء فيها هو الجزء المالي، أنه يعني كل المراكز ما بتقسط، كل المراكز تطلب المبلغ بشكل نعم. مباشر. وهي يعني الأهم شيء في المبادرة هاي أنه الثلاث أطراف مستفيدة نعم. يعني البنك مستفيد والناس مستفيدة لأنه مش مكلفها إشي زيادة، بالعكس مريحينها من نعم. عن طريق الأقساط، والمركز كمان مستفيد يعني نعم. ما بننكر نعم. هذا الشيء. لا صحيح صحيح. وبالتالي هو الصيغة الناجحة أنه نعم. يكون كل الأطراف المشاركة فيها هي أطراف نعم. مستفيدة فيها. ولكن أنا بقول المستفيد الأول هو المواطن الفلسطيني إن شاء الله. من مبادرة مركز الهبة للمساعدة على الإخصاب ومصرف الصفا، كونه سيتيح المجال للكثيرين من اللي بيعانوا من مشكلة تأخر الحمل، لن نسميه العقم ولكن تأخر الحمل، لتجاوز هذه المحنة إن شاء الله. وهي مبادرة زي ما حكينا المرة الماضية، وهيني برجع وبقول هي مبادرة طبية أخلاقية إنسانية ووطنية في نفس الوقت. طبعا مشاهدينا اليوم رح نفتح الاتصالات من الآن، بإمكانكم الاتصال والتواصل معنا على أرقام هواتف الاستوديو رح تظهر الآن أمامكم على الشاشة، وتوجيه أي سؤال بخصوص حلقة اليوم وهو تأخر الحمل أو العقم، أسبابه وطرق التعامل معه. واللي حابب كمان يستفسر عن المبادرة بإمكانه الاتصال، وإحنا إن شاء الله رح نقدر نجاوبه. دكتور عدوان، نخش في موضوعنا لليوم، الموضوع الطبي وهو العقم أو ما تأخر الحمل. متى نتحدث عن ونقول أن هناك في تأخر الحمل أو عقم؟ لأنه هاي معضلة يعني حقيقية في البلد، معضل لأنه في ناس مستعجلين صحيح. أكثر من اللازم، يعني بوصلنا أزواج بعد شهر وشهرين بدهم حمل. نعم. إحنا كما ذكرنا في حلقات سابقة أنه نعتبر في مشكلة طبية إذا تجاوزت مدة الزواج سنة بدون حمل. نعم. ليش بنحذر من التوجه بشكل سريع؟ ممكن طبعا أي زوجين يتوجهوا للطبيب لدراسة نعم. حالتهم، وحتى لو بعد شهر أو حتى قبل الزواج. كثير في ناس بنطلب منهم أو يعني بنشجع المشورة قبل الزواج. ولعلمك أنا يعني في بعض المناطق في فلسطين أحيانا بطلبوا فحص للزوج قبل الزواج. صحيح. وهي ممكن أنا عجبتني في بعض المناطق. صحيح. إنه يعني بدهم يطمنوا على مستقبل بنتهم. 100%. وبالتالي بطلبوا إنه الزوج أو الخطيب أو الزوج المستقبل العريس إنه يعمل فحص للتأكد نعم. من خصوبة هذا. نعم. وبالتالي الأزواج سهل جدا التأكد من عدم وجود مشاكل عن طريق فحص واحد، وهو الفحص للحيوانات المنوية. وبشجع أنا هذا التوجه بصراحة، لأنه أحيانا ممكن اكتشاف وجود مشكلة أو معضلة كبيرة عند الزوج ما بعد الزواج ممكن يفركش الحياة الزوجية، وبالتالي أحيانا كويس يكونوا داخلين مع بعض على نور. نعم. وبالتالي إحنا بنشجع المشورة ما قبل الزواج، مشورة الخصوبة، مشورة وجود أمراض وراثية في العائلة، ومشورة أنه يكون في إمكانية أنه هل في مشاكل ولا فيش مشاكل. ونشجع المشورة الطبية حتى بعد الزواج مشان للتأكد من هذا الجانب. إذا كان في مشكلة بنعالجها، ما في داعي نستنى سنة. إذا ما كان في مشكلة بنطمن الزوجين وانتهى الموضوع، وعادة خلال أشهر، ومعظم الأزواج خلال الست شهور الأولى عادة بيكون عندهم نعم. حمل. يعني إحنا بنقول عادة طبيا يجب مراجعة الطبيب لمسألة تأخر الحمل إذا مر هناك سنة كاملة طبيا نحكي، وكان هناك محاولات للحمل ولم يحدث الحمل. وقتها بنبلش نفكر بأنه فعلا هناك مشكلة حقيقية بحاجة
التداخل من قبل الأطباء. نأخذ معنا اتصال ياسر من جنين. مساء الخير يا أخ ياسر. ياسر مساء الخير. طيب لما من جنين مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أختي. كيف حالك أخي؟ الله يخليك ربي. بدي أحكي مع الدكتور في مجال. الدكتور بسمعك طبعا تفضلي. دكتور أنا بعاني يعني من عقم إلي 14 سنة متزوجة. نعم. فيعني بعد ما عملت عمليات زراعة كتير وما زبطت. نعم. فياريت لو بتقدر تساعدني، والمشكلة مني مش من زوجي. أكيد يعني هو الدكتور عدوان، يعني هو الدكتور عدوان وكل زملائنا وكل الأطباء مهمتهم ومنهم يساعدوا الناس المحتاجين للمساعدة طبعا. ولكن خليني أسألك أنا يعني قبل ما يعني الدكتور أكيد في عنده سؤال، ولكن خليني أسألك شو سبب عدم وجود الحمل عندك؟ شو حكولك الأطباء؟ إنه عندي تسكير في الأنابيب. أي مش دكتور عدوان. وعندي لحمية بالرحم شلتها ردت رجعت، وتكيس على المبايض يعني ما بعرف ايش. انه بيحكوا لي يوم ازرع بكل وضعك منيح وممتاز، بس ما بيصير حمل، مش عارف ليه ما بثبت يعني بالرحم. راح نحاول احنا ان شاء الله راح نجاوبك. ووجود محاولات الزراعه احيانا ولا تعطي نتائج لا يعني انه في انه لا مش عملت يعني زراعة. نعم عامل زراعات وفشلت لا يعني انه نهايه العالم، بالعكس لازم نضلنا نحاول مره ورا مره ورا مره. خليكي معنا لما اسمعينا وراح تلاقي الجواب. ام نور من الخليل مساء الخير. يعطيك العافيه دكتور. يعافيكي ربنا. بس اسال الدكتور، انا في الحمل الرابع وحامل التوام. الحمل الرابع وحامل بتوأم. اللي صار معي اني انا هلا بالشهر السابع، اخر الشهر السابع. نعم. وبلش يصير معي تكلس على المشيمة. فبدي اعرف اكثر عن هذا الموضوع اذا في مجال. يعني مش موضوعنا اليوم بس اكيد راح نجاوبك. ام نور من الخليل. مين معنا كمان؟ عبد الله من جنين مساء الخير. مساء النور، كيف حالك دكتور؟ الله يسعد مساك يا صديقي. كيف حالك؟ يخليك. بدنا نحكي مع الدكتور بالله اذا ممكن. هاي الدكتور معك وعلى الهواء بسمعك. دكتور انا صار لي متزوج تقريبا سنه. نعم. وحنت المدام عندي ونزلت منيح، وبنراجع الطبيب الدكتوره فتبين انه في كان عندها مشكله بتحكي لها في المبايض، انه المبايض صغار وكبار وانطوها يعني هرمونات وانطوها ولغايه الان يعني ما فيش حمل. فما قديش ما يعني شو قديش 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 لك متزوج يا عبد الله؟ سنه. سني. نعم ماشي مفهوم. وحملت ونزل الحمل نتيجة ظروف معينة وأنت مش عارف شو بدك تعمل صح؟ أيوة. فيا ريت تساعدنا وتفيدنا مثلا شو اللي تعمل، شو المناسب. نعم. مفهوم. برضه في بدنا يعني نغلبك يعني إذا في مجال، بقولوا أثناء الجماع يعني إنه مش لازم مباشرة إنك مثلا تدشرها وتقوم أو تنام تستلقي على ظهرها أو تقوم، أنا من الخريف هاي بعرف إيش والله. نعم. أنا كيف. نعم شكرا لاتصالك يا عبد الله من جنين. معنا أم نضال من أم الفحم مساء الخير يا أختي. مساء النور أهلا وسهلا. يسعد مساك تفضلي سؤالك. سؤالي خيا أنا من أم الفحم من عرب 48. أنت الخير والبركة. تسلم. هسا بدي أسأل إنه التقسيط مع البنك الإسلامي للجميع ولا بس العرب إلا فلسطين المحتلة، ولإنا يعني بنقدرش نقسط مع البنك. مفهوم. سؤال منطقي برضو. سؤال منطقي وخصوصا إنه كمان يعني مركز الهبة والدكتور عدوان عنده مراجعين كثار وفي عنده حتى حالات. حالات من مناطق الداخل. أينا. وكانت نتيجتها يعني جيدة وممتازة جدا. أنا ما بعرف الجواب راح نجاوب خلال الحلقة. شكرا لاتصالك. شكرا. بيان من عرابة مساء الخير. ألو. مساء الخير يا بيان. أهلين دكتور. يا ربنا يعافيك ربنا. تفضلي سؤالك من عرابة بيان. سؤالك. سؤالي صار لي 18 سنة هنا وبدي أسأل الدكتور بالنسبة ل مقدرتناش نزرع، زرعت وزبطت وبالسابع أنا نزلت. نعم. دكتور. إن شاء الله راح نجاوب. راح نجاوبك راح نجاوبك. يعطيك العافية. راح نجاوبك راح نجاوبك. خليك. صار لي 18 سنة أنا. راح نجاوبك إن شاء الله إن شاء الله راح يعني نحاول نجاوب كل الأسئلة. رولا من رام الله مساء الخير. يسعد مساكي يا أختي. يعطيك العافية. يعافيك ربنا. بدي أحكي مع الدكتور لو سمحت. الدكتور بسمعك تفضل. تفضل يا رولا. يعطيك العافية دكتور. أهلا وسهلا. هلا بيك.
دكتور بدي بس انا لي تقريبا 8 سنين متجوزه فيش عندي لانا وضع زوجي مشاكل يعني وقت الاباضه توصل بويضه لمرحله ممتازه للاخصاب نعم بس للاسف يعني بصير تاخذ ابره تفجيريه وبصير هذا بس ما بصير في حمل يعني نعم. كل شهر نفس قديش لك متزوجه انت 8 سنين 8 سنوات يعني ربنا ما اعطاكيش خلفه الى الان لا 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 طيب عمرك زرعتي قبل هيك يا رولا زرعت مرتين دكتور زرعتي مرتين ماشي يا رولا خليكي بتحب تسالي شيء دكتور فحص الزوج طبيعي وكويس الحمد طبيعي وكل شيء تمام وانا برضو كل شيء تمام لانه البويضه بتوصل لمرحله ممتازه وباخذ هي بس ما بصير حمل كل شهر نفس القصه يعني ماشي يا رولا خليكي معنا وتابعينا للبرنامج راح نجاوبكم على سيرتكم احمد من طوباس مساء الخير يعطيك العافيه يا استاذ يعافيك ربي كيف الحال يخليك ربنا سلامات للدكتور اهلا وسهلا فيك في من 6 سنين متجوز وفيش حلفه فيش بذري من مره ما فيش عندك اطلاقا بذري يعني فيش بذري مش موجود بذري نعم يا ترى عمل اخذوا لك عينه من الخصي نفسها اخذوا عينات واعطوني علاج وفيش شيء نعم بتحب تساله يا دكتور عملت فحص للهرمونات كيف كانت ونازلة فيش ماشي يا أحمد وشكرا لاتصالك أم عمر من رام الله مساء الخير مساء الخير يسعد مساك تفضلي يعطيكم العافية يعافيك ربنا بس حاب أسأل إنه أنا وزوجي مثلا موظفين بنقدر إنه بس حسابنا مثلا على البنك العربي نعم لازم البنك الإسلامي بنك الصفا بنك الصفا بنك الصفا يعني أنا ما بعرف هلا جاوبنا الدكتور عدوان هم أصحاب المبادرة بس أنا بعدل على اسم البنك هو بنك الصفا وصفته إسلامي طبعا خليكي معنا يا أم عمر خليكي معنا يا أم عمر رحاب من القدس مساء الخير رحاب مساء الخير رحاب راحت مين معنا؟ طيب فضل مساء الخير يا فضل لا يدخلونا يا على الخط فضل مساء الخير مساء النور دكتور مساء الخير من وين انت من الخليل من الخليل سؤالك يا صديقي والله صار لي سنتين متجوز كم سنتين وما فيش حمل ما في حمل نعم زرعته حاولت تعمل طب اول قبل الزراعه رحتوا راجعتوا اطباء طيب رجعنا للدكتور وحكي فيش مشاكل يعني فيش مشاكل يعني انت قصدك انه يعني فيش مشاكل لا عندك ولا عند زوجتك ومع ذلك فيش حمل نعم صحيح وانا بدي اسال عنك السؤال اللي ببالك يعني قد يكون يعني هل بزبط انه يعني هل احنا بنروح على الزراعه ولا في طرق تانية ممكن انه احنا نستخدمها من اجل تدارك الموضوع صح بالضبط نعم ماشي يا سيدي خليك معنا يا فضل واسمع اجابتنا واجابه طبيبنا محمد من القدس مساء الخير مساء الخير يا محمد مساء النور تفضل يا عمي انا من القدس يا عمي ارفع السم مساء طيب. النور يا عمي كيف احوالك تفضل سؤالك انا بس اسالكم سؤال ليش القدس بيجيهاش حدا ليش القدس بيجيهاش حدا برضو هذا سؤال مهم دير بالك يعني شكرا يا محمد شكرا يا محمد شكرا شكرا تمارا من القدس مساء الخير يا تمارا يعطيك العافية يعافيك يا أختي دكتور أنا عندي سقط في الأنابيب وفشلت مرة واحدة؟ مرة واحدة بدي أسألك شو أنت بتنصحني أرجع أعمل زراعة أو قديش لك متزوجي؟ سنة ونص تقريبا في انسداد في القنوات؟ والله ما بعرف هم حكوا لي في التسقط بس ما عملت منظار يعني انت شو بتنصحني انا ما بعرف ان شاء الله ماشي رح ناخذ اتصال الان وبعدها نستوقف يعني رح نوقف الاتصالات الى حين ما نجاوب الموجود وعلى اساس انه بعدك نفتح مجال للاخرين للاتصال بلال مساء الخير من القدس وعليكم استاذ الكريم انا اللي متجوز 6 سنين نعم والان ما فيش فيه حمل نعم
ولحتى الآن ما فيش انجاب عندنا. نعم الدكتور بس بده يسألك، دكتور عدوان حابب يسألك، تفضل دكتور. بين في مشاكل في الفحوصات اللي عملتوها ولا؟ لا فيش شيء. يعني فحوصاتك كويسة وكل فحوصات الزوجة طبيعية؟ اه فحصنا كل شيء وروحنا لدكاترة وقالونا فيش شيء. اي نعم. نعم ماشي يا بلال، شكرا لاتصالك. شكرا. خليني بس انا اقسم الاسئله هيك، في اسئله لها علاقه قد يكون في المبادره تاعتكم والحمله الاخلاقيه الوطنيه الطبيه يا سيدي مع بنك الصفا مره ثانيه. يا ترى اهلنا في ال 48 بيقدروا في فلسطين الداخل بيقدروا انهم هم يكونوا جزء من هاي المعادله؟ يعني انا بجوز كنت اتمنى لو في احد ممثل عن البنك، عن البنك يكون موجود، لانه في بعض الامور انا ما يعني مش يعني او لا اخول بالتصريح فيها لانه نعم. هذا يعتمد على سياسه البنك وعلى السياسه بشكل بس عام. بس كويس انه متصلوا عشان تاخذوها بعين الاعتبار 100%. واكيد رح يعني انا متاكد انه في كمان ممثلين البنك بيسمعوا في هذا اللقاء. نعم مصرف الصفا اتوقع يعني معني بانجاح هذه المبادره. نعم. ولكن الأمور السياسية قد تكون أحيانا سبب عائق لموضوع ال 48، ولكن حتى الآن أنا لا أستطيع أن أفتي في هذا الموضوع. نعم. سنتوجه للبنك كمان، هم أي شيء يخص موضوع يعني أنا ممكن أجاوب على الأمور الطبية. نعم. وأعطي كتاب للبنك. نعم. بغض النظر من وين الـ وخصوصا الأشخاص. دكتور عدوان يعني أنا يعني يعني أنا الموضوع بأنه يعني في عندك أنت يعني في مركز الهبة في عندكم مجموعة من المراجعين يعني اللي بيتركوا مستشفيات إسرائيلية وبيجوا عندنا هون، في عدد كبير، فبالتالي يعني بسوى أنه يؤخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار. في عدد كبير وفي نعم. نجاحات سجلت في هذا نعم. الموضوع بالزبط. مقارنة مع الطب نعم. في إسرائيل. وإحنا معنيين لأنهم أهلنا. صحيح. أهلنا أولا وأخيرا، ومعنيين بمساعدتهم ومعنيين بحل مشاكلهم قدر ما نستطيع. هذا الموضوع سنتوجه فيه للبنك إذا في، ولكن هم كمان كما ذكرنا بيستطيعوا أن يتوجهوا للمركز من ناحية يأخذوا الكتاب ويتوجهوا للبنك، وأي اتفاق بتم بينهم بين البنك إحنا نعم. عندنا أي مشكلة في نعم. هذا الموضوع. نيجي لأختنا إجابات سريعة لأنه أكيد في ناس حابت برضو أنه يعني تتصل. يعني ممكن أمر عليها بشكل نعم. سريع. بالزبط. لما من جنين 14 سنة حتى الآن كل الأسباب اللي ذكرتها لتأخير الحمل هي أسباب قابلة للعلاج. نعم. تكيس المبايض، انسداد القنوات. أصلا أطفال الأنابيب هي وجدت في العالم للحالات، أول ما وجدت لعلاج الحالات اللي عندها انسداد في قنوات فالوب، وبالتالي وجود انسداد في قنوات فالوب لا يعني أنه في تؤدي لفشل الزراعة. تكيس المبايض كمان فيه له علاج، ممكن أحيانا وهي يعني ذكروها في أكثر من سؤال أنه أحيانا انسداد قنوات فالوب ممكن أن يؤدي إلى تجمع للسوائل أو احتقان للسوائل داخل القنوات. نعم. وهي وتكون سبب في إفشال الزراعة. فإذا كان في هناك قنوات فالوب عند أي سيدة بدها تعمل زراعة فيها احتقان وتجمع للسوائل. نعم. يفضل ربط القنوات. نعم. قبل الدخول في الزراعة. شو لازم تعمل لما؟ لازم أول شيء نعرف إذا في أي احتقان. نعم. في القنوات يتم غلق للقنوات من شان السائل اللي فيها ما يرجع للرحم. نعم. ويفشل الزراعة. إذا كان هناك لحمية داخل الرحم حتى لو شالتها. نعم. مرة ورجعت لازم. نعم. نشيلها مرة ثانية. يعني باختصار يعني حالتها قابلة للعلاج بحاجة إنها تراجع يعني ما عندها أسباب. صحيح. تمنع الحمل بشكل خاطئ. ولكن الفشل المتكرر للزراعة هذا لا يعني انه انت توقفي لانه هناك لسه الى الان في فرص كبيره. يعني انا جدا. انا بنصح موضوع القنوات انه لازم. نعم. بحث اكثر لمعرفه اذا كان هناك احتقان. صحيح. او لا. نعم. ام نور من الخليل هي حامل بتوام بجوز بعيد عن موضوعنا. نعم. وفي تكلس في المشيمه، هذا يجب مراجعه طبيب متخصص في طب الام والجنين. في عنا اكثر من طبيب في رام الله او في. نعم. القدس او في بيت لحم حتى للتاكد من وجود تكيس. نعم. او تكلس في المشيمه، وبتم متابعة هذا الموضوع من قبل طبيب. نعم. أخصائي الأجنة. عبدالله من جنين أنه متزوج من سنة وصار عندهم حمل مرة حتى لو صار إجهاض، يعني أنا ما بعتبر في عنده مشكلة. نعم. مبايض صغار وكبار يعني هاي مش مصطلحات طبية، وبالتالي مدام صار في عندها حمل مرة وخلال فترة. نعم. فترة سنة
احنا يعني بنأكد له انه وضعه وضع زوجته طبيعي ما عليه نعم. سوى الانتظار لفترة بيحصل نعم. حمل بشكل تلقائي. ام نضال وبيان الاخت ام نضال من ام الفحم والاخت بيان من عرابي احنا اعتقد جاوبناك وانا بوعدكم شخصيا الاسبوع القادم السبت القادم راح يكون عندي جواب شو ما كانت حلقتي راح ابدأ هذا الموضوع حلقتي في الاجابة على سؤالكم ان كان هناك مجال ل طبعا دكتور عدوان راح يوصل الحديث واكيد يعني يا ريت لو يكون كمان في لقاء حتى في برامج اخرى نعم. مع ممثلين عن بنك الصفا او مصرف الصفا ممكن يجاوبوهم بشكل أكيد. اسرع بالنسبه لرام من رام الله من 8 سنوات متزوجه ماذا بنصحها دكتور عدوان روان يعني بصراحة بحاجة إلى 8 سنوات دون حدوث حمل طبيعي واضح أنه في مشكلة معينة نعم. يجب مراجعة المركز لبحث عن هذه المشكلة لأنه كما ذكرنا في أكثر من لقاء بأنه مهم نعم. جدا معرفة سبب تأخير الحمل قبل اللجوء للوسائل العلاج وبالتالي واضح أنه في إشي مفقود نعم. في هذه الحالة بحاجة لفحص أكثر وتعمق أكثر نعم. في الحالة ومعرفة سبب تأخير الحمل وهنا أنا بقول لكل الأخوة المشاهدين ما تعتقدوا أنه إذا في تأخر بالحمل أو في مشكلة بالحمل أنه بتروحوا عند الدكتور سواء أي مركز كان أنه مباشرة بده يعمل زراعة وهذا مش صح ومش لا 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 في البداية بيتم فحص الحالة والتأكد من سبب وجود العقم أو تأخر الحمل إن كان هناك حلول ممكنة دون اللجوء إلى أطفال الأنابيب بروحوا بيعملوها إذا لم يكن نلجأ إلى أشرف في ملاحظة الأنابيب. ممكن تهم الجميع يعني كثير بيجونا نعم. للعلاج وبنسمع هاي الجملة إنه إحنا راجعنا 10 سنين وما فيش عندنا مشاكل راجعنا 4 سنين وما عندنا نعم. مشاكل لا أنا ولا زوج لما ندرس الحالة بنلاحظ إنه في مشاكل في مشاكل إما ما كانت مذكورة للزوجين في السابق إما ما كانت مكتشفة أو إما هاي المشاكل يعني ما كانت ظاهرة وظهرت جديد فبإعادة بعض الفحوصات وبدراسة الحالة بشكل نعم. يعني متخصص نعم. أكثر نستطيع معرفة السبب نستطيع معرفة السبب فمش دائما لما الأزواج يحكوا لها إنه ما في سبب إنه بالفعل بيكونش نعم. في سبب لا بيكون في سبب هو اللي أدى أحمد من طباس شو بتقول له أحمد عنده ولا في الفحص. أحمد أنا يعني موضوعه بجوز من 1% اللي حكينا عنهم في المرة السابقة نعم. بحاجة للانتظار لمعرفة إذا عمل الخزعة لمرة واحدة أنا بنصحه أخذ بعض العلاجات وإعادة الخزعة على وعسى أنه يكون في بعض الحيوانات المنوية داخل الخصية نعم. إذا لم يوجد ولم توجد الأنسجة المصنعة للحيوانات المنوية ننصحه بالانتظار قليلا حتى تتبين يعني نتائج دراسات أنا بقول الخلايا الجذعية نعم. وإمكانية حل هذه أنا بقول لأحمد يعني بسوى أحمد أنك أنت تراجع مركز الهبة وتشوف بس يعني لما تتراجع بدك تجيب معك كل الداتا أو كل المعلومات أو كل الفحوصات اللي عملتها سابقا قد يكون هناك رأي موجود تاني يساعدك بشكل تاني وما خاب من استشار هذا شعارنا دائما وأبدا أم عمر من رام الله بتسأل برضو عن موظفين البنوك الأخرى يعني إحنا اجتهدنا باتجاه البنك بنك الصفا الإسلامي نعم. أتوقع حتى لو في عندهم حسابات في بنوك أخرى ممكن يتعاملوا معها في بنك الصفا وبالتالي يتم حل هاي الإشكالية نعم لأنه أحيانا ما بيشترطوا هم حسب ما إحنا كمان نعم. طلبنا منهم لا يشترطون تحويل حساب يعني فتح حساب في نعم في البنك يعني حتى لو في له حساب في بنوك نعم. اخرى ممكن انه ياخذ هذا نعم يعني ويا ريت كمان هالمبادره اللي قاموا فيها يعني زملائنا في مركز الهبة انه مركز الهبة كمان يعني تعملوا بجوز مع بنوك تانية يعني من اجل يعني ما مشكلة في هذا الموضوع اكيد يعني نعم. هذا راح تدعس فضل من الخليل بيحكي عن سنتين وما في حمل وهل الزراعه بتفيد فيك حالي يعني سنتين أنا بتصور إذا ما كانش في سبب قوي بتصور سنتين لا تكفي لأنه نحكي له يعمل زراعة لازم يعني نشوف الفحوصات الموجودة عنده ونستكمل الفحوصات إذا كانت ناقصة هاي الفحوصات أنا أتوقع سنتين ما بنطلب بالتوجه للزراعة بشكل فوري يجب دراسة نعم. الحالة بشكل أفضل مراجعة عمل هرمونات فحص هرمونات نعم. عمل صورة ملونة للرحم عمل فحص للزوج مرة أخرى وإذا تبين السبب في احتمال كبير نعالجها بدون زراعة فضل بإمكانك مراجعة الدكتور والمركز الهبة وإحضار يعني طبعا زوجتك أكيد طبعا وجميع الفحوصات من أجل أخذ رأي طبي مباشر إحنا على الهواء بنحاول أنه صعب تدخل في كل حالة على حدة كل حالة بجوز هالقد بدها وقت
تمارا من القدس بتحكي عن مشكلة التصاقات في الأنابيب وعملت وفشل مرة واحدة عاملة. كما ذكرنا في المرات السابقة بأنه فشل لمرة واحدة هذا لا يعني أنه فيش مجال للحمل عن طريق أطفال الأنابيب. ممكن تفشل 50% 60% احتمالية النجاح. ننصحها إذا بالفعل تحتاج لأطفال الأنابيب بإعادة الكرة مرة أخرى، والتصاقات القنوات ليست سبب مباشر لمنع الحمل عن طريق أطفال الأنابيب. بلال من القدس 6 سنوات وما في حمل، أعتقد ينطبق عليه ما تم أنه ما في سبب، يعني بيضل هذا تحت علامة سؤال. أنا أتوقع في سبب، وأحيانا في الزراعة إذا ما فيش سبب أصلا كويس، يعني ممكن يساعد في موضوع الزراعة يعني. إذا كل فحوصات كويسة بنكتشف السبب أحيانا لما نعمل الزراعة، لأنه أحيانا ممكن يكون السبب في نوعية البويضات، في نوعية الحيوانات المنوية، في إمكانية الحيوان المنوي في تلقيح البويضة. كل هذا ببين معنا في المختبر تحت المجهر، وبالتالي إذا احتاجوا أطفال أنابيب ممكن نعرف أنه بإمكانهم يحملوا مرة تانية بشكل طبيعي، ولا لازم يعيدوا أطفال الأنابيب. رح نأخذ مجموعة جديدة من الاتصالات. كان بودنا اليوم أنه إحنا نحكي أكثر بجوز طبيا، ولكن خلينا اليوم نعملها حلقة مفتوحة من أجل استقبال اتصالاتكم، وإذا ما كفاش الوقت بنعمل كمان حلقة وكمان حلقة عشان نوفي الموضوع حقه كما يجب. مها من نابلس، مساء الخير. مساء الخير. مساء الورد يا أختي، سؤالك. لو سمعت، أنا عندي مبيض واحد وعليه تكيس، عملت له عملية ما زبطش، راح وبعدها رديت عملت له أخرى عملية. نعم. بس هلا بتعرف بحكوا لي زراعي في مركز في نابلس، بس بعرف إيش بزبط ولا لا. نعم. معي في الهرمونات خربطة في الغدد. كم عمرك يا مها؟ 35. 35. نعم. ماشي يا مها، شكرا لاتصالك. حلا من الخليل، مساء الخير. مساء النور. مساء الورد يا أختي. أنا عندي الهرمونات عالي كانت، وهسه من شي 4 شهور نزل الهرمونات. كانت الدورة بتجينيش إلا بحبوب. هسه في الحالة هاي بنفع يعني أزرع ينزل الهرمونات عندي؟ برغم إنه صغرة حجم المبيض عندي. يا حلا يا حلا، قديش لك متزوجة يا أختي؟ 3 سنين. 3 سنين، خلال ال3 سنين لم يحدث إطلاقا ولا مرة حمل؟ ولا مرة. والدورة بتيجي بشكل طبيعي ولا لا؟ لا بحبوب بتيجي. نعم. مفهوم. حكالي الدكتور. مفهوم سؤالك، وإن شاء الله نقدر نجاوبك. وناخذ ميسون من الخليل، مساء الخير يا ميسون. الله يمسيك، الله يسعد مساك. يسعد مساكي ويسعد مساكي ربي. والله يا دكتور أنا لو سمحت، أنا عندي الدورة صارت تجيني في كل أسبوع 3 أيام، كل أسبوع يعني من شهر. أدي عمرك يا ميسون؟ عمري 41. هل انت يعني اتصالك بدك تسالي عن قصه الدم يعني الدوره، ولا له علاقه في موضوع الحلقه اللي هو العقم؟ انا في موضوع الحلقه، بس بالنسبه انا عندي صارت الدوره تجيني يعني من شهر 12 لشهر 1، هي يعني علي. طيب. بعد كل اسبوع تجيني 3-4 ايام ومن يعني متواصل، يعني بتقطعش عني من مره مش عارف ليش. ماشي، شكرا لاتصالك. عندك رحمة. اطفال؟ حياك الله. عندك أطفال؟ بسألك الدكتور عدوان، عندك أطفال أختي؟ عندي 5، عندي 4 بنات وولد. والله الله يخليك. 4 بنات وولد، برضو كويس أنه هي حكت هالمعلومة عشان نتطرق لموضوع مهم. يحيى من رام الله، مساء الخير. مساء الخير. يسعد مساك يا رب. يسعد مساك يا يحيى، كيف الحال؟ الله يخليك. سؤالي بس دكتور، جسمه البويضة بعد التلقيح عدم الانقسام، شو سببه؟ البويضة بعد التلقيح عدم الانقسام. عدم انقسامها بعد التلقيح شو سببه؟ أو تكملة الانقسام. مفهوم. شكرا يا يحيى. صالح من نابلس، مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام يا صالح. بدي أسألك بالله دكتور. تفضل. سبب الإجهاض المتكرر بين الحمل والثاني، يعني عندي زوجتي أجهضت 4 مرات، يعني حملت 7 مرات. نعم. وأجهضت 3 مرات بينياتهم، يعني تحمل حمل يعني. شو عندك أولاد يا صالح؟ نعم. شو عندك أطفال؟ عندي 3 بنتين وولد. ما شاء الله ما شاء الله. ماشي، شكرا لاتصالك. طيب كمان خالد من جنين، مساء الخير يا عم خالد. ألو. مساء الخير. مساء الخير. يسعد مساك، تفضل. ممكن أسأل الدكتور؟ تفضل يا خالد. هلا بيك. لو سمحت، أنا صار لي 18 سنة متجوز. أي نعم. وعملت حوالي 14 زراعة. نعم. 14. أيوة.
وبقولوا لي دائما في الشيشي لا عندك ولا عند زوجتك والموضوع على ربنا. وانا عندي مشكله انه ما عنديش حيوانات منويه بتخرج، بقولوا لي اياها خذها من الخصيه. ماشي. والزراعه بتزبطش وانا مش عارف يعني اضل احاول اكرر الزراعه ولا شو مش عارف. كم عمر زوجتك بالله؟ نعم عمر زوجتك قديش بيسالك الدكتور؟ 39. 39 ماشي يا خالد، شكرا لاتصالك. بعتذر من كل الإخوة المشاهدين والمشاهدات اللي بحاولوا يتصلوا معنا، آخر اتصال رح ناخده لليوم ومواضيعنا مش رح يعني تنتهي، وموضوعنا هذا بالذات هو موضوع يعني ساخن ومهم جدا، رح يكون حلقات أخرى. آخر اتصال سهى من الخليل، مساء الخير. مساء الخير. مساء الورد يا أختي، تفضلي سؤالك. لو سمحت بدي أسألك، أنا لي 18 سنة متجوز. نعم. وصار حمل أول ما تجوزت قبل 18 سنة وبعديها ما صار حمل. حملت وخل يعني عندك أطفال أنت هلا؟ لا لا ما عندك. وجوزي عنده نسبة عنده الحيوانات المنوية 24 يعني موجود العدد. عنده طب يا ترى يا سوها هل لجأتوا من أجل زراعة أو زرعنا مرتين وحقن أربع مرات وما زبط. أدي عمرك يا سوها؟ 34. 34 تفائل، يضحك، ابتسمي، انا شايفك زعلاني. ليش؟ احنا جايبين الدكتور عدوان عشان يدخل الابتسام ان شاء الله لكل البيوت، فبدي اياك تبتسمي وتضحكي وان شاء الله موضوعك له حل باذن الله. شكرا لاتصالك، وبعتذر مره ثانيه من كل الاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات، لضيق الوقت للاسف مش راح نقدر ناخذ كل الاتصالات. بتمنى عليكم، راح يظهر امامكم على الشاشه اللينك تبع صفحه صحتك بالدنيا، اللي بيحب اي سؤال يوجه لي اياه على صفحتنا على اللي ظاهره الان امامكم على على الشاشه، ويبعث لنا سؤال واحنا بنوجهه الى دكتور عدوان والى مركز الهبه او حتى الى مصرف الصفا، وان شاء الله نقدر نجاوبكم. دكتور عدوان، وقتنا يعني على الاخر. يعني مهام النابلس بتسالك عن يعني عن قبل مها، بس هذا ببين قديش حجم المشكله الموجوده طبعاً في البلد. نعم. وبالتالي بحاجه لي يعني تكاثف الجهود من كل المراكز. صحيح. لحلها. نعم. ولمبادرات أخرى شبيهة بمبادراتنا أو غيرها. مها من نابلس عندها مبيض واحد عمره 35 سنة، أنصحها بدون تردد بالزراعة بسبب العمر. نعم. وبسبب التكيس المتكرر اللي بيصير على المبيض. مها عليك بالزراعة. نعم. حلا من الخليل عندها هرمونات عالية، حسب اللي فهمته أنا في عندها فشل مبيضي مبكر. نعم. الفشل المبيضي المبكر حتى الآن للأسف الشديد ليس له علاج. طب تقدر تحل المشكله متجوزه يعني هلا بدها تخلف قبل ما البيض يروح؟ ليس له علاج حتى الان الا بانتظار نتائج ابحاث الخلايا الجذعيه، وحتى الان لا عندنا ولا عند غيرنا ما في له علاج، لانه ارتفاع الهرمونات. نعم. هذا يعني انه المبايض عندها انهوا البويضات، بطل في بويضات داخل. نعم. المبايض، وبالتالي كما ذكرنا في الغرب ممكن يتحايلوا عليه بتبرع. نعم. ببويضات، عندنا في المجتمعات الاسلاميه هذا الحكي ممنوع. بس انا بقول لا لا حلا ما تفقديش الامل. لا في خلايا في ابحاث الخلايا الجذعية، جيبي ملفك الطبي كامل وفحوصاتك وتعالي عند الدكتور وحط الملف قدامه وقولي له ايش قرارك النهائي في هذا الموضوع. اذا بالفعل ثبت في فشل بالزبط. هذا اللي حكينا، اذا ثبت شيء ثاني بنعالجه ان شاء الله. ميسون دكتور عدوان. ميسون من الخليل، دورة متكررة، عندها أربع بنات وولد، يعني واضح أنه عندها مشكلة في الدورة الشهرية، وغالبا في هذا العمر بتكون نتيجة إما للحميات. نعم. وإما لخلل في عمل بطانة الرحم. بدها تنظيم للدورة، بتصور الموضوع ملح أكثر. نعم. من الحمل والخلفة. نعم. نستطيع أحيانا نقترح بإجراء عملية تنظيفات تشخيصية لمعرفة سبب. صحيح. النزيف. صحيح. عند هاي الحالة. نعم. يحيى بيسألك على انقسام البويضة، شو أسباب وعدم انقسام البويضة؟ يحيى حقيقة سؤاله مهم جدا، لأنه في بعض الحالات في الزراعة بيطلعوا بويضات الزوجات. نعم. وبنلقح هاي البويضات بتنحط في الحاضنات وبعد يوم أو يومين ببين عدم انقسام. نعم. السبب الغالب بيكون إما نوعية البويضات، بيكون في نوعية بويضات رديئة أو قليلة يعني الكواليتي تبعتها. نعم. مش كويسة. أحيانا تشوهات في الحيوانات المنوية، وبالتالي يجب إعادة الزراعة مرة أخرى بتغيير برنامج اللي مشوا عليه من. نعم. الإبر ونوعية الإبر، تغيير البرنامج وعمل بويضات جديدة. نعم. وتلقيحها
وغالبا تكرار هذا الموضوع بطلع بويضات كويسة تستطيع أن تنقسم وتعطي أجنة وتنجح الزراعة. يعني الموضوع فيه له حلول ولكن بجوز بده بروتوكولات طبية مختلفة شوي. بده نمشي على برامج مختلفة عن البرامج اللي ما شوفيها. بالنسبة للإجهاد المتكرر بين الحمولات دكتور. صالح من نابلس، إجهاد المتكرر هو إحنا بنسميه الإجهاد ثلاث مرات متتالية وراء بعض. فيه له أسباب معروفة عند معظم الأطباء، بنقوم بعمل فحوصات أهمها فحص تخثر الدم. في كثير من الحالات نجد بأن هناك استعداد وراثي وجينات تزيد من تخثر الدم خلال فترة الحمل تؤدي إلى انقطاع التغذية عن الأجنة. بإعطاء مميعات الدم خلال فترة الحمل نستطيع علاج الإجهاضات المتكررة. خالد من جنين 18 سنة وعامل زراعات كتير. والله خالد بده قاعدة. خالد بده قاعدة يعني بده قاعدة لأنه حالته دسم كثير، 18 سنة 14 مرة زراعة وسحب وإلى آخره. يعني انا بصراحه بحب الحالات المعقده. وكان عندك انت شخصيا كان في عندك يعني رقم 18 كثير بالنسبه لنا مرات يدعو للتفاؤل. يعني في عندنا الشهر هذا راح نقوم باجراء عمليه لسيده بعد 18 سنه من العقم خلال هذا الشهر ان شاء الله. يعني قصدك انه 18 سنه عقم حملت وبتولد، عملنا لها اطفال انابيب وحملت ونتمنى ان خالد عليك السلامة. عليك وفي اكثر من حاله بعد 18. فالرقم صحيح. يعني بدها دراسه حالته. اتوقع انه مش عمر زوجته 39 سنه ما فاتوا القطار في هذا الموضوع. ممكن نعالجه ونستطيع انه نساعده في هذا الموضوع. سهى من الخليل كمان 18 سنه، في عندها عده اجهاضات، في عندها اطفال. هي ما بعرفش اذا هي في يعني هي حملت مره واحده واجهضت وزوجها وزوجها في عنده حيوانات منويه. شو بننصحها؟ يعني قديش هي صار لها متجوزه؟ 18 سنه 18 سنه نعم 18 برقم 18 دكتور عدوان هو المحبب يعني ولكن يعني اذا ما دام فحص الزوج كويس وهي عمرها صغير نستطيع اجراء الزراعه بدون اي مشكله. اهم شيء ما يأسوا حتى لو كان 18 ولا 20 ولا 24. اذا كان هناك حيوانات منويه عند الزوج وبويضات جيده عند الزوجه، أطفال أنابيب يجب أن تنجح، وإن شاء الله بإذن الله بتنجح سواء بالمحاولة الأولى أو الثانية أو الثالثة. فمشان هيك هاي حجم المشكلة الموجودة في البلد بحاجة لتكاثف الجهود لحلها. بنوعد أنه نعطي كل حالة على حدى الوقت المناسب والاهتمام المناسب. نتمنى أنه ندخل الابتسامة عند كثير من الناس اللي حرم منها سواء 18 سنة أو أكثر. دكتور عدوان للأسف يعني وقتنا أدركنا. حجم الاتصالات كان كبير وأعتقد في ناس كتير كمان حابة تتصل وتسأل. أشكرك جزيل الشكر. موجودين في أي وقت ونستطيع مساعدة بالتوجه للمركز أو بالاتصال التليفوني أو في برامج أخرى إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر دكتور عدوان، وتحية لك ومركز الهبة ومصرف الصفا على المبادرة الإنسانية الخلاقة اللي قمتوا فيها، وبنتمنى أنه يكون ثمارها جيدة لكل الإخوة والأخوات المحرومين. شكرا جزيلا لك وشكرا للكل. أعزائي المشاهدين، قبل ما نختم حلقتنا لليوم بنرجع بنقول على أنه تأخر الحمل أو ما يسمى العقم هو حالة قد في غالبا ما يكون لها حل، ولكن علينا بالتوجه إلى الطبيب وإلى المركز الطبي المتخصص. زراعة أطفال أنابيب أصبحت اليوم متاحة في فلسطين، وتسهيلا لمعاناة الكثيرين المالية تم وجود مبادرة مركز الهبة مع مصرف الصفا. اللي بيحب يعرف أكثر عن الموضوع بإمكانه الاتصال على مركز الهبة أو التواصل معنا على صفحتنا على الفيسبوك صحتك بالدنيا، وإن شاء الله نقدر نجاوبكم. وبنوعدكم أنه راح يكون في لقاء أكبر مفتوح أكثر لمناقشة هذا الموضوع إن شاء الله عبر الحلقات القادمة. في نهاية حلقات اليوم أنا الدكتور أشرف وطاقم العمل معي أشكركم وإلى اللقاء.